تحياتنا لحضراتكم واسبوع جديد وبدايه جديده يا رب على خير. وصباح الفل لكل مشاهدينا وصباح الفل عليك يا سويو. يا صباح الفل، صباح البدايات الجديده، صباح كل الامنيات الحلوه من الستات لمشاهدي الستات على نهار يومكم زي الفل. طبعا انتوا مش ناسيين فكره الست وحماتها اللي احنا اتكلمنا عليهم، البنت وحماتها بتوع الشرقيه اللي هي ضربت حماتها فيه وبعدين طلعت ان حماتها كانت بتتعامل معاها بقسوه. المهم يعني اتصالحوا، ما هديناش من الخبر ده الا ولقينا خبر تاني من امراه اخرى او سيده اخرى طالبه الطلاق. وكان السبب لما اتطلب منها انها تقول السبب، قالت لهم لان حماتي دخلت علينا الاوضه واحنا نايمين. خبر غريب جدا، لكن انا بعتقد ان القصه بتبقى في الرجل. هو الرجاله فاهمه تدخل الحموات حدوده لحد فين. يعني انا بتهيألي القصه ما بتبقاش عند الطرفين اللي هو الاطراف النسائيه سواء كانت الام او الزوجه، ولكن بتبقى عند الطرف الثالث اللي هو الرجل اللي هو المفروض يدير هذه العلاقه بما لا يظلم الام وبما لا يضر الزوجه، ولا يبقى فيه هنا ضرر ولا يبقى فيه هنا ظلم. لكن لما نلاقي زوجه رفع طلاق للضرر ضد زوجها بسبب تدخل حماتها في امورها الشخصيه، طريقه لبسها مع اصحابها تتعامل ازاي، مصروف البيت يمشي ازاي، لحد ما يوصل انها تدخل عليهم اوضه النوم عشان تصحي جوزها اللي هو ابنها، يعني يبقى كده الرجاله فاهمه ايه عن الخصوصيه. لا والله مش الرجاله كمان، انا هفصل حواري عشان في، انا عارفه ان الحلقه دي هطلع بيها بكوارث، يعني هطلع خسرانه ناس كتير انا بحبهم. انا هفصل كلامي من الامهات الشيك اللي عايشين بيتعاملوا مع مرات ابنهم بالشياكه محترمين. انا ما بكلمش عنكم خالص، انتوا اقليه وجمال. لا على فكره هم اغلبيه، ما ده وجهه نظري، انا ما بتكلمش، اتفضلي بس. هم يعني انتوا اقليه وانا بحبكم، بس مش هنقول ان انتوا اقليه، هم اغلبيه من وجهه نظر الاقليه اللي مش نقلا سهلين. نقلا عن اي حاجه، عشان من وجهه نظري انتوا ناس محترمه واقليه وخليه. انا بقى بكلم على نسبه كبيره حقيقي من الامهات الحموات، وبالذات الامهات امهات الولاد مش امهات البنات، انا بتكلم على امهات، انا محدده تارجت. انا النهارده لما ابقى ست ونايمه في حضن جوزي في الاوضه، حقيقه انا عايشه معاكي يا ستي كل، بس ده ما يمنعش ان انت لازم تخبطي. ما ينفعش تحطي ايدك على مدخل الباب من غير ما تخبطي مره، لازم في صوت يتسمع من جوه. اتفضل طبعا، لازم يتقال. الاستئذان ده شيء طبيعي من كل البشر، ومحدش يجي يقول لي البنت افورت، ايه يعني حماتها دخلت عليها الاوضه؟ لا يا اختي، ما ينفعش حماتها تخش عليها الاوضه، اولا لان احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل، ثانيا اصلا ما ينفعش تدخلي على بنتك او ابنك الاوضه من غير ما تستأذني. بلس ان في اللحظه دي الحموات بجد او الامهات امهات الولاد بيبقوا داخلين، مش قصدي ان هم شريرين ولا عايزين يعملوا كبسه ولا انهم وحشين، لا ليهم دخله اللي هو العادي. ايه يعني انا داخله ايه ده، انا داخله اوضه ابني؟ لا الامر مش اوضه ابنك، ده اوضه العروسه، اوضه مرات ابنك. احنا الستات الجمال امهاتنا في اوقات لازم تتعلموا تسيبوا، يعني لازم تتعلموا تتخلوا، لازم تتعلموا ان انا جوزت ابنك ومش عايزه ام تانية، يعني انا عند امي فانا مش محتاجه تاني. برجع اقول مليون مره، قلتها من 25 سنه، انا مش محتاجه اقول لك يا ماما، وده مش هيقل من مكانتك عندي، بس انت مش امي. وفي نفس الوقت لازم تتعلمي ان انا انسانه، يعني انا متربيه في بيت اهلي، يعني عارفه البس ايه وما البس ايه، اكل ايه وما اكلش ايه، متعوده اروح اقابل اصحابي، وجوزي عارف على فكره مش محتاجه مدرس لغه ايا كان يقف لي على الباب يقول لي حان وقت دخول البيت، لا يعني انا مش محتاجه. فانتوا محتاجين الحموات اللي بالنوعيه دي ترجع خطوه لورا عشان المراره. الفكره قالت انت وامك وولادك لو كانت مخلفت،
الفكرة اللي لازم تنتبه إليها بعض الحموات اللي أنا بشوف إن هم مش كتير، بس ممكن يكونوا هم مش فاهمين، عندهم حب زيادة، عندهم حماية زيادة، عندهم نرجسية زيادة، عندهم حب تملك زيادة، عندهم كل حاجة بزيادة، بس هم نفسهم مش كتير. هم مش كتير إيه يا مؤمنة؟ ده إحنا في أسبوعين مش كتير والله، عندنا حدثتين. أيوة حالتين من في أسبوعين ونص إن كلام أنا بيتكلم. أنا بشوف ناس كتير جدا إيه حماتها بتبقى فعلا زي امها وساعات في جميل. انا قلت مفيش، انا قلت مفيش، ولكنها جامعات منقرضه. طيب خلينا وانا قلت لك نو. الناس اللي انا بشوف انهم مش كتير لكن بيعملوا شيء كتير وما يصحش وما يجوز وما ينفعش، ولازم تاخد خطوه ولازم تفهم ولازم حد يتكلمها وحد تتكلم معاه ولازم تراجع نفسها، اللي هي فكره ان انا مسؤوله عن ابني من المهد الى ما لا نهايه. لا، حتى بوجود مراته وخلف انت مش مسؤوله عنه الى ما لا نهايه. في واحده دخلت خلاص بت هي مسؤوله عنه في هذه الفتره من الحياه، زي ما حضرتك كنت عامله نفس الدور مع والده، ما هو والده ده كان ليه مامته، انت دخلتي بقيتي انت الموضوع في الفتره الزمنيه دي. ده مش معناه ان هو يقل منك او يظلمك او هي تقسي عليكي او العلاقات اللي غير سليمه دي مش معناها انها تحصل اصلا، لازم تبقى العلاقات سليمه، لكن لازم ابقى منتبه ان ده الوقت ده مش بتاعي انا كامراه الحياه. انت هنا مش انت كنت الام متخيله ان انت الحياه والعالم بالنسبه له، ده مش حقيقي. الولد بيبقى عنده مشاعر من وهو صغير تجاه واحدة ما، تجاه بنت ما، تجاه بنات ما، لكن انت لك قدسية الواحدة. وبعدين النقطة التانية مهمة جدا عايزة افهمها، نوعية الامهات دي انت ليه دايما شايفة ان انت في مقارنة ما بينك وما بين مراته؟ يا حبيبتي انت امه فوق راسنا، ست كل روح قلبنا، يوم ما تيجي تزورينا هنعمل كل ما ممكن تتوقعيه ونجيب اللي إشي وما فيشي وكل حاجة تبقى تحت إيديكي. بس لنفترض إن جوزي سافر وقال لي روحي عودي مع ماما وأنا وافقت، يا حجة يا حجة ليس لك الحق في إن جوزي ابني ده، ابني بعت الفلوس فأنا مراته صغيرة مش هتعرف تمشي البيت، أخد أنا الفلوس مش عشان أنتي هتاخديها تحوشيها، لا تصرفي على بنت. مين قال كده؟ يرضي مين؟ يا بنتي فلوس جوزك أهي، خدي يا حبيبتي وده جوزك بعتهم لك اصرفي بيهم وأنتي عايشة معايا. ما ينفعش، أنا ما ينفعش النهاردة كحما ابص على جوز بنتي او بنتي او لو انا بقى مرات ابني على ان هي طالبه في ثانويه عامه ولازم اكون محدده وجودها في البيت. أيوة، اللي هو غير وكأنها هي فاقده الاهليه وكانها خلينا نتعلم الوصايا ان احنا وبتعمل كده ليه؟ علشان خاطر ابنها، كانها بتحافظ ان يعني هي ما بقول لك هي فاقده الاهليه، لا الكونسبت بتاع فهي اللي بتحافظ إن وهي اللي فاهمه أمنها عشان خاطر ابني. هي مش حد أي كلام ولا تربية أي كلام عشان يصيعوا لو جوزها مش موجود، مفيش حد قال كده، عيب. هي فكرة الوصاية لازم نفكر في فكرة الوصاية اللي ممكن تبقى في الجينات، ممكن تبقى من غير قصد، ممكن تبقى بلا وعي. لا بقصد، لا في ناس ما بيبقوش واعيين للفكرة دي. ليه خير ان شاء الله في لالا لاند احنا. لا حضرتك عندك حق الوصاية مدى الحياة على ابنك، ولا البنت او الست اللي هي بتبقى مراته دي فاقده الاهليه عشان انت تقاوميها. انت ممكن لو في حاجه لو بينك وبينها تقولها لها بطريقه لطيفه لو انت متخيله انها وفي لا ثانيه واحده، لو هي بيني وبينها، لو العلاقه اللي بيني وبينها تسمح بانها تيجي تقول لا، لو بيني وبينك لا هقول لا، لو لا العلاقه ليه؟ ما تسمحش لا ما تجيش تقولي. لا ايه اللي يخليها ما تسمحش؟ انا مش حباها يعني لو مثلا هي عملت فيا حركه مش ظريفه، حماتي لئيمه بتلقح. انا بقول لك اشكال نفترض، ما انا بقول لك، انا بقول لك امثله. لو حصل ان في وجود حما بالمنظر ده لا انا مش هسمح لها انها تيجي تقولي كلمه بيني وبينها. لا بيني مش هرعيها وهتعامل معاها بما يرضي الله، لكن انا مش محتاجه مدرس خصوصي.
ولو انا احتجت اروح لامي، ولو ما لقيتش امي اروح لخالتي، ولو ما لقيتش خالتي اخش على الانترنت، ولو ما لقيتش الانترنت اخش على واحده صاحبتي. ايه اللي حماتي؟ هتقولي لي ليه مزاجي؟ اصلا مش عدوتك. لا هي اللي ابتدت، في امهات وحموات. ما احنا ما نبتديش. لا في حموات تلقيح كلام بص بزاويه مزمزه وغمزه صح، نقل كلام للسلايف توصل لي من خلال طريق راس الرجاء صح. في، ما بقولش ان كله، لكن في، انا نوعيه الشخصيات دي والامهات دي، لان ربنا وصى على ان احنا نتعامل معاهم معامله ود ورحمه، ما بقولش لا، لكن بقول ان هتيجي تقول لي نصيحه اقول لها لا سوري يا حماتي اقعدي هناك او روحي بيتك او انا او اهلا وسهلا، لكن نبقى مش اصحاب وتيجي تقول لي نصيحه. لو هي بتقولها لي بطريقه حلوه وبيني وبينها كده حاجه خاصه جدا بيني وبينها وبتقولها لها بطريقه حلوه، لازم انا اقعد افكر فيها. مش يمكن يكون عندها حق. لا ما ينفعش اقول لك يا سهير انا ابوس ايديكم بقى يا جماعه، انا المراره بقى الوقت. انا يا جماعه مرارتي ايه بس؟ ما فيش حاجه اسمها حما صاحبه في على فكره ابنها. لا 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 تمثيل، لا ما فيش تمثيل، وتمثيل بايخ ودمه تقيل. لا انت ليه، يبقى انت ليه متسلطه وبتفرضي راي مش موجود؟ في احترام على اطلاقه يعني. في احترام لحماتي، ده واجب احترمها. يعني لما تيجي اقدم لها الشاي فين الاحترام اللي هو هاخد النصيحه حتى من الانترنت؟ أيوة. ايه اللي حماتي؟ انا بقول لك انا لازم اخد النصيحه عشان ابقى بحترمها. لا ايوه في الاحترام، الاحترام ان انا قابلتها ايوه وخليتها فوق الكل وقدمت لها كل حاجه وقعدت وعرضت عليها بات وفي الفطار. لكن هنا ستوب بقى. بعد كده تيجي تقول لي اصل احنا نقول اسرارنا لبعض، ده تهريج، وهي بتبقى عايزه تعرف كل اسرار ابنها واسرارك علشان بعد كده تخزنها في اللاوعي. تيجي تقولي لي اصل انا وحماتي بنخرج مع بعض، اقول لحضرتك لا مؤاخذه مفيش العلاقه دي بتحصل، بيعمليها احسن مع عمك. تيجي تقولي لي ايه رايك بقى انها بتحصل؟ كله تهريج في تهريج. بتحصل كله تهريج، مش تهريج في تهريج. ما ينفعش كله الارضاء. على فكره ده ما يقلش من قيمه الحما، بس انا مش عايزه اكون صاحبه حماتي. ايوه انت، انا عايزه احترم حماتي وتبقى موجوده. أيوة في مكان ما. خطوره هذه المراه في التاثير كمان الشديد على ابنها، لان هي ابنها ولو ما سمعش كلامها يبقى حد تاني. هذا الرجل اللي بيتاثر بيه حماته لازم الام دي تتحط في مكانه محترمه متعززه متامنه. بس انت في حالك وانا في حالي، لا الحكايات، انا ابقى محترمه وانت محترمه معايا. ليه؟ لو نزلت يا حلوه لجوزي لاي سبب من اسباب ساعدته او شافته مثلا بيعمل شاتنج مع واحده وهي جت قالت له اسمها ايه حلوه احلى من مراتك يا ولد، طب مش هقول، لبست في الحيطه، خد الاوكي. انت بتتكلمي على مين؟ بتكلم على علاقات اخرى حصلت علاقات كتيره يا جماعه. بنسبه قد ايه؟ لا بنسبه كبيره. ما اكثر الولاد اللي اول حاجه بيعملوها انهم بيروحوا يقولوا لامهاتهم الكبيره في السن ان هو معجب بواحده وهو متجوز، او ان هو ماما بس حافظ على بيتك يا حماده، حاضر يا ماما، اوعى بس ده مراتك، حاضر يا ماما. ده من ايه؟ من الاوكي اللي هو اخذها لامه. ده في امثله كتير. الامهات طول الوقت على عيني وعلى راسي، ولكن الحما لازم تبقى موجوده في حياه ابنها بشكل مختلف عن مكان قبل الجواز. دلوقتي كل الستات او الامهات الكبار اللي بيحبوني هيهاجموني ويقولوا لي احنا حموات، اخص عليك يا مفيده كده تقولي لا انا بحبكم جدا بس انا بقول الحق. طب يا جماعه يعني يا ريت الناس العاقله ما تنتهكش هذا المنهج، لان انا ما بنتهكش، انا ما بقولهمش يعملوا، انا بقول لك في اشكال. ايوه دول مش انا ما قلت كتير. انا ما قلتلهمش اتعاملوا ان النوعيات دي موجوده. لا ازاي يا سهير تبقى انت مش على درايه. أيوة كافيه بالمجتمع. انا ما انكرتش ان النوعيات دي موجوده لكن مش دي القاعده. لا لا مش قاعده، مش بس القاعده بقى خالص. كم صنف انا قلته حطيه بقى، حطي منه عشرات كده، وزعي اصناف اصناف اصناف، والاصناف حط لها اعداد، هتلاقي ان الاصناف مع كثره الاصناف مع كثره الاعداد عملوا جزء وخلت جزء للستات الحموات المحترمات الجمال امهاتنا الحلوه اللي بتطبطب عليها وتروحي تديها هديه عيد الام، تجي لك تقعد عندك اسبوع تبقى ملاك مش حاسه بحاجه،
مش حاسه بحاجه، سفله ولا تدخل في ما لا يعنيها، مفيش غير انا اشيل لها الكوبايه، اجيب لها الفطار بتاعها، اقعدها في البلكونه تاخد شمس، نقعد نتكلم في العلاقات المهمه. ان المحترمات دول هم القله، القله المندسه وسط الامهات. قله اللي انت شايفاها، لان احنا طريقه تربيتنا وطريقه العلاقات الولاد الرجاله جوازاتنا بامهاتنا بيحسوا ان انا لما اجي اقول له من فضلك انا مش عايزه حد يتدخل في حياتي ولا حتى مامتك ولا مامتي، بيعتبر ان انا بشتمه. نوعيه الدماغ بتاعت الراجل بتاعت ان انا لما اجي اعترض اي شيء عملتها امه او اخته لو هي الكبيره كان انا بشتمه، لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا ابني، ما انا بقول لك الصح، انا عايزه حياتي عامله ازاي. دي نص ده مجتمعنا، ويبقى اللي بيقول عكس كده يبقى بيتكلم في لالا لاند. الا واذا انا عايزه اقول لك على حاجه، نص او يعني نسبه كبيره من الاعداد بتاعه الطلاق كان تدخل اسري. ده مش انا اللي بقول، مش انا بقول، لا هو مؤكد ان في نسبه كبيره جدا بيبقى سببها تدخل الحما، اللي هي بتبقاش فاهمه الولد اللي ما هوش عارف يدير علاقه جيده ما بين مامته وبين مراته، او ما بين اخته الكبيره وبين مراته. دي كلها حاجات موجوده، بس ما اقدرش اقول ان دول الحاجه الغالبه او الظاهره الكبيره مجتمع في مصر. نسبه كبيره منه مجتمع، مش بس في القاهرة، لكن في الأرياف وفي الصعيد وفي النوبة، يعني احنا مجتمع كبير جدا. ما تقدرش تقولي ما أنا عارفة ان نسبة كبيرة من الأمهات مش بطريقة، لا، العادات والتقاليد. يعني النهاردة في البيوت الكبيرة من ضمن العادات ان الأم عاملة أوضة لكل ولد من ولادها، وكل ولد بيتجوز بنت، وكل بنت ليها يوم تنظف ويوم تغسل ويوم تمسح ويوم تطبخ، والحما قاعده على الترابيزه او على الكرسي او على الكنبه حاكم بعمل ما بتتحرك. ليه؟ ولما تيجي تقول له تقول لك وراحوا فين مراتات ولادي، وكان انا مفروض ان انا بقى الام اللي جوزت بنتي الواحده من ولادها. ايوه نسبتهم قررت ان اشغل بنتي. عارفه لا 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 ما نقولش كده، وبعدين هي دي مهنه تحترم برضو. خليني اقول لك تحترم، بس خليني بس تحترم. انا ما بقولش انها وصمه عار، بس انا ما كنتش مجوزه. انا دلوقتي لو انا في هذه البيئه فانا مرتضيه، ده دي ثقافتي، مش هبقى متمرده ولا معترض عليها. اسمعيني بس اللي انت ما تعرفيهوش، بس ارد عليكي علشان انا اصل تخصص ايه بنات تخصص لا بيجونا بيساعدونا في البيت حبايبي، فبقعد بقى اتكلم معاهم واعيش بقى بدور مفيده، اعرف منهم ايه الاخبار. حبايبي البنات دول بيبقوا متعلمين. احنا في جيل دلوقتي الحمد لله الحمد لله في الارياف وفي الصعيد بيعلموا البنت، والبنت بتبقى واخده شهاده حلوه قوي، والبنت بتبقى برضو بين نارين، لانها الثقافه بتاعت ان انا عايزه اتجوز وفي نفس الوقت عايزه اعمل كارير واشتغل. هما بقى بيجي لهم طرق كتير يشتغلوا بيها، ولكن البنت دي اللي بتحب الشاب وبتقرر تتجوز واخده شهاده بيعز على نفسها جدا لما بتخش بيت جوزها وتلاقي ان اللي مطلوب منها هو اللي انا حكيته، فبتبقى بين نارين. دي مش موافقه، لكن تقاليد. أيوة. هذه ايوه بس هي بتبقى عارفه الكيان. لا هي بتبقى فاكره ان احنا عايزين نكون بيت وعايزين، لا ايوه ما هي عارفه ان ده السيستم، ده النظام. بس خلاص بقى انت واخد واحده متعلمه يا عم، انتوا قاعدين اتكلمتوا مع بعض، قول لوالدتك يا حاجه انا هي هتساعد في البيت، بس هي مش كل يوم طبيخ وهي عايز تنزل تشتغل. لا ده بيبقى فيه قرار. طب بيبقى انا هنا الغلطه غلطه مين؟ غلطه الراجل. زوج. طيب وتشجيع الام. عارفه الام لو قالت لابنه لابنها قالت له ايه؟ انا عارفه انا يعني بتكلم اكتر منك، بس اسمعي دي، لما الام لا مفيش مقارنه، انا مستمعه بس. ايوه في النقطه دي، اصل انت عارفه الموضوع ده، لما الام تقول لابنها لا عيب نزل نزل مراتك تشتغل، ما بتعملهاش ليه؟ هي بتقول له اه غصب عنها، تكنس وتمسح ويبقوا ليهم مواعيد وتاكل البط وتعمل الاكل، وده تعمل الاكل ليها وللخمس ولاد ولا الست ولاد اللي عايشين معاها، تغسل ليها وللخمس اوض. ايوه ما هم بيتبادلوا. بس انا عايزه اقول لك هذا النموذج نسبته كام؟ هل انت عندك فكره ده نسبته كام؟ هل ده الطبيعي؟ ده مش الطبيعي، ما حسبش ده مش الطبيعي، ده موجود. لو كان مش طبيعي ما كناش فتحنا الموضوع. لا عارفه لو كان الموضوع نص نص 50-50 كنا فتحنا. لا لو كان الموضوع الصوره اللي انت قلتيها في الاخر دي
بتاعه اللي هو بيت العيله اللي احنا بنتجوز فيه وبنبقى عدد كبير بيه والشغل بيتوزع بينا، ده كان موجود زمان بنسبه كبيره. موجود بس مش بالنسبه، مش هو هو ده اللي نفس احنا البيت عليها. ده نفس البيت اللي يخلي الام تفتح باب الاوضه النوم على اولادها وتخش، بالضروره يكون هو نفس اعتقادها البيت ان ده بيتها. ايوه، هي ممكن الام في الحالة دي بيبقى عندها إحساس بأن كل حاجة ملكها، وأن ده غلط. كل ما يملك ولاده بما فيهم زوجاتهم باعتبارها يعني أسيرة عنده هم ملك ليها. ده في مفهوم غلط. أنا مش كان في أنا مش مختلفة أن هو كان في المية غلط. ده يا بس أنا بقول أن ده مش كتير. لا ما لا, 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 لا كتير. سوري ما بقاش كتير. لا هتقولي مش كتير، هقولك لا لا مش كتير. لا لا لا, لا, عندك لا, لا كتير موثقة، مش إحصائية. عندي أرقام مجموعة من الحوادث والصفحات والحكايات لا يقاس عليها يا بنتي. ده في حكايات بتحصل أكتر. لا 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 أنا أسفة. ولو أنت عايزة، لو إحنا عملنا سيرفي، طب عندك نسبة كبيرة من حالات الطلاق أسبابها التدخل الأسري في علاقة الكابلز. عايزة إيه أكتر من كده؟ مش بس طب مش إيه؟ مش ب... مش بالطريقة. الأم الحما ما خلفتيش ليه؟ تخلف جبتي بنت؟ جابت ولد. انا بقى لا اربيه عشان يطلع راجل. ده بيتنصلوا. هو انت ربيتي حاجه؟ هو الوقت صح ولا لا؟ هما بيتنصلوا، ما مش عايزين اعباء ولا تربيه ولا رجعه. يا سوير وحياه الله، احنا عايزين النسبه اللي مش كبيره من الامهات، مش كبيره في رايي، من الامهات اللي بتشتغل شغل حموات بلا وعي وبلا فهم وبلا ادراك ان الكل مرحله طبيعتها والكل مرحله رجالتها، وان ابنها ده مش حق مكتسب ليها ومش ان هو ملكيه خاصه، وكل ما يملك يبقى هو ملكيه خاصه ليها، وان هي مش صاحبه الوصايه عليه، بالعكس هي صاحبه الحب وصاحبه العزه وصاحبه كل الحاجات الحلوه، لكن مش معناه ان انا بظلم واحده تانية انا كنت في نفس ظروفها لما اتجوزت والده. كل الحاجات دي محتاجين انها تتاخد في الاعتبار علشان يبقى عندنا علاقات صحيه سليمه سويه، وما يبقاش في الحالات المتطرفه زي اللي احنا بنشوفها وبنتكلم عنها وبنرجع نسال ايه حدود تدخل الحموات. في سؤال اتسال لي دلوقتي بس قبل ما نطلع فاصل، لان ده موضوع حلقتنا النهارده. احنا ليه فتحنا موضوع الحموات؟ لان احنا جايبين مجموعه من الضيوف الاعزاء النهارده اليوم السبت عشان نتكلم لو في امل نكسب حماتنا نكسبها ازاي، ولو ما فيش امل انك تكسبيها تتعايشي معاها ازاي. انا ما بقولش ان احنا نتطلق. من ضمن السؤال اللي اتسال لي، طب ليه ام البنت مش طالع عليها نفس الكلام اللي طالع على ام الولد؟ لو انا بفهم شيء في هذه العلاقات يعني في العلاقات الاسريه عموما، انا بعتقد ان ام البنت مش طالع عليها نوعيه الاشاعات اللي طالع على ام الولد، لان البنت دايما والام بيبقوا عايزين يحافظوا على بيتهم بنتهم. صعبه على الام ان بنتها تتطلق، او لو اتطلقت هتيجي بعيالها، وده لو هم حالهم المادي مش قوي الام اتدبست في انها تربي العيال، لان انتوا عارفين ساعتها ان الراجل بيعيش اقوى ادواره في الخلعان، فبيبقى الام والبنت هم اللي بيربوا العيال. عشان كده ام البنت بتبقى حريصه على ان هي تحافظ على البيت. بدليل ايه؟ فاكرين البنت بتاعت الشرقيه امها قالت لها ايه؟ ورغم ان هي عارفه ان هي ب ب ب بتتبهدل من حماتها، قالت لها الا انك تطلقي، الا انك تطلقي. دي ثقافه عجيبه. لا ده ردا سؤال، انا اتهان ردا سؤال على سؤال. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، بالقياس برضو بالحالات القليله مش الظاهره العامه، في ستات امهات بتبقى خراب في بيت بنتها، يعني هي اللي بتساهم ان بنتها بيتها يتخرب، هي اللي بتقومها على جوزها وعلى حماتها وعلى عيشتها وعلى ظروفها، وهي انا هقول لك على حاجه بتبقى مصنع الفتنه. انا دي موجوده بنسبه قليله. هنا بقى اقول لك طيب موجوده بنسبه قليله ودي بنسبه قليله برضه. موجود بنسبه كبيره. ليه الحمه حمات البنت؟ ولا احصائيه هنا ولا احصائيه. قلت لك احصائيه هي ظواهر احنا بنشوفها. ما انا قلت لك لا، ما هو نسبه الطلاق فيها اسباب لتدخل الاهل. يعني تدخل الاهل لازم الحما على فكره. ممكن تبقى الاخت، ممكن يبقى ما هو الاخت الكبيره حما.
حما من يعني حما انيل من الحما، بس برضو مش هي ليه بقى؟ النسبه لانها واخده الحبين، مش هي النسبه اللي انا اقدر اقيس عليها ان دول اكتر من دول. ليه ام الولد مش طالع عليها الكلام ده اكتر من ام البنت؟ انا بس حبيت اقول لان ام البنت بتبقى حريصه ان هي تبقى في بيتها. عشان ام الولد بتبقى شايفه ان ابنها قمر فله ياخد واحده واثنين وثلاثه، واللي ما علمتوش في بنت عمه وفي بنت خالته وفي بنت جيرانه في بيت واحد العادية. دي مشكلة كبيرة جدا مش اي حد يقدر عليها، لازم ناس بنفسيات خاصة بمواصفات خاصة وتربية خاصة وحاجات كتير جدا جدا. الحاجة التانية ان في علاقة يعني متوترة بالتاريخ كده، بالسياق التاريخي، في فكرة صراع تاريخي، صراع تاريخي طول الوقت بين الام وبين البنت. البنت كده اللي زي حضرتك داخلة بفكرة انا محسوم القصه اللي صالحي، بس انا والام لو هي بنفس المواصفات اللي انت بتتكلمي عنها هي داخله برضو. نص البنات اللي مش داخلين بانا، نص البنات اللي داخلين من تربيتهم في بيوتهم ان هم مش عبد لحد، ان في احترام، ان البيت حتى ولو امكانياته الماديه قد كده بس انا بيتي بيحترمني. انا مش مطلوب مني ان انا عشان طلعت بره بيتي واتجوزت راجل انا حبيته ان يتقل مني، ده مش ويتقل مني ولا من ام جوزي ولا هي تقل اللي منك. هو انا مفروض من حد. لا اللي هو انا مفروض احط الجزمه في بقي واسكت ليه؟ عشان هي ام جوزي، عشان انا ما اقدرش اتكلم، عشان هي ست كبيره، عشان دي امه. طب أيوة اوكي انا حاضر أيوة. حاضر تمام، في حاجات بس ما تحترميني يا شيخ. لا ما هو في حاجات انا وانت لازم مش امي اراعي. يا دي مش امي دي، ايه دي بس؟ أيوة. في حاجات لازم اراعي فيها ماما فكرة انا اراعي. انا ليه بقول ان انت مش امي؟ عشان هي الوحيده، الست الوحيده، زي ما هو بيعمل لها خاطر هي الوحيده اللي انا كست او انا كانسان هعمل خاطر في الدنيا دي عشان خاطر امي. فانا لما انا بقول انت مش امي يعني اي حد اخر غير اللي خلفتني ملهوش عندي غير الاحترام والكلمه الطيبه والمعامله الطيبه لما اخد قدامهم معامله طيبه وكلمه طيبه واحترام. يوم ما احس لاني ما اقدرش اعمل كده مع امي اني ارد عليها بالمثل. لو رد علي حد غير امي بقله احترام هيبقى بنفس الطريقه، بقله مراعية الإحساسي. مفيش حاجة تجبرني إن أنا راعي إحساسه. في حاجات عشان كده بقولك إيه، أنت مش أمي. الحد الوحيد أو الشخص الوحيد اللي أي حد فينا في الدنيا ممكن يعمل لكرامته تنازل ويحطها جوه الصندوق هي الأم. الحما بتخش على هذا الكونسبت وتعتقد إنه حق من حقوقها. فأنا كل اللي بقوله لأن أنت مش أمي ما تعتمديش أيوة مني ان انا هتعامل معاك على انك انك امي. بهذا المنطق في اي علاقه من العلاقات انا اللي مش هبقى مرتاحه، انا اللي مش هبقى سعيده. خلاص خدي حياتك مع نفسك. لا كلنا بنبقى مستريحين على فكره. لا خالص، لا والله، لا بتهيألك. لا 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 معلش، والله العظيم بتهيألك. انا مش انا حما، انا الولد زي الفل، ولكن لا اتدخل لان انا عارفه ان انا كلمتي مهما هو بيحبني لا نو. انا ليا وضع ولي انا ليا طريقه وعمري ام البنت مختلفه عن ام الولد. ليه انا حاطه في دماغي اني اكون لا ده ولا ده؟ انا شفت الاثنين. لا انا هكون الحما وكده، ولا هكون اللي بنتي جابلك طلبي. لا انا مقرره ان انا عايزه افصل نفسي من هذا الموضوع. انا عايزه ابقى امي. انا امي دي جميله جدا، ربنا يديها الصحه. دماغ هي جوزت كل ولادها، عيشوا وسيبوني. اللي عنده مشكله يبقى يجيلي رخره. لا تسمعي حد يقول انها تدخلت في شيء، ولا تشوفي حد من مثلا مرات اخويا اللي كان انها بالعكس ده هي الوحيده اللي بتسال عليها، وهدي علاقه حما بامها بام الولد. طب اهي ليه عشان هي ست كويسه. ايوه واللي كانت ست احترمت نفسها واحترمت الاسره واحترمت ابنها واحترمت مرات ابنها. فاذا كان عليها الايه؟ انها تحترم. فبالتالي كله بيحترم هذه المراه وهي قاعده في بيتها عيانه مريضه في اوضتها، لكن بيجي لها تليفونات. لما نوصل للتوليفه دي
ساعتها شابو لأي أم جوزت ابنها أو أي حمل. ما هو عشان نوصل للتوليفة دي محتاجين إن احنا نتخلى عن حاجات كتير سلبية وعن معتقدات كتير بنبقى داخلين بيها العلاقة، أو عن ممارسات احنا بنفرضها سواء كنت أنا أم أو زوجة في العلاقة. تعالوا نطلع فاصل ونلتقي مع ضيوفنا عشان وصلنا لفضلنا قعدنا نهري في الحوار ده، مش هنسكت ولا هناخد الحلقه. بتتكلم وسهير بتسكت. لا والله، وانت برضه بتقولي وجهه نظرك لان انت ليكي وجهه نظر بهدوء، لكن يمكن انا عندي اكسبيرينس او شفت حاجات كتير، فيمكن هو ده اللي بيخليني ابقى توكتيف اكتر. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. التالي حدود الحموات وتأثيرها على العلاقات الأسرية. أنا بعفيكي من الحمل ده خالص، وبرجع في كلامي اللي قلته لك من كام يوم. كلام إيه؟ أنت كسبتي المعركة اللي دخلتيني فيها وأنا مش واخدة بالي. اكسبي ابنك للآخر، مع اني عارفه ان طارق ممكن يعمل اي حاجه عشان خاطري، بس انا ما اقبلش ان فرحي يبقى على حساب زعلك. فاهماني؟ ايه ده؟ يا سيدي ده انا كنت لسه بكلمك يا قلبي عشان اجي اشوفك. هو في انا مش عايزك يا طارق. قالوها في الأمثال أنكوي بالنار ولا أقعد مع حماتي في الدار، ذلك الموروث الشعبي الذي ينطلق من المبادرات العائلية واختلاط لا حدود له، خاصة مع كون الحمات المسيطرة هو النوع الأكثر شيوعاً بين الحموات. ميزان الرجل يختل دائماً بين زوجته وأمه، ينجو منه من يؤمن بالحدود فيعرف أن طاعته لوالدته لا علاقة له بأمور بيته وخصوصيات زوجته، وينطبق الأمر نفسه على امرأته. السلام العائلي بين الحما وزوجة الابن أساسه الحدود، فما هي حدود الحموات في حياة أبنائها وزوجاتهم؟ ورجعنا مره تانية مع حضراتكم. وقبل ما نبتدي حلقتنا او قبل ما نبتدي الفقره بتاعتنا، انا بس عايزه اقول لكم ان انا مش ضد فكره ان الحما والبنت يبقوا كويسين مع بعض، لكن انا مش من الناس المقتنعين ان احنا نبقى اصحاب. يعني فكره الصحوبيه دي انا مش حاساها. ممكن ناس تعترض معايا، ممكن ناس توافق معايا، طبعا ليكم مطلق الحريه. فبيسعدنا النهارده ان احنا جايبين اكزامبل عكس اللي انا بقول لكم عليه، ان هما الاثنين اصحاب. فمعانا دلوقتي رنا خالد، دي بلوجر مشهوره، اهلا وسهلا بك يا رنا، وحماتها الاستاذه ايمان احمد حمات رنا، وهما الاثنين اصدقاء وعلاقتهم الشخصيه متينه جدا عن هي وجوزها يعني. ومعانا طبعا امل ابراهيم، اهلا وسهلا بلوجر اخرى. ومعانا سالمه احمد محمد بيومي صانعه محتوى، اهلا وسهلا بيكم ونورتونا وشرفتونا. وبنجد تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين. وفي مثل انا يمكن متحفظه عليه بس بيقول يا مستنيه حماتك تحبك زي بنتها، يا مستنيه المواعين تتغسل لوحدها. احنا عندنا تجربه رنا القمر وايمان القمر، عندنا قمرتين اهم بيقولوا ان الصداقه ممكنه، بل وممكنه جدا، بل وهو ده الطبيعي، وان غير كده الاستثناء، بس الاستثناء بيبقى واضح جدا. فعشان كده بنشوف تدخل حموات او بنشوف كوارث بسبب العلاقه اللي ما بتبقاش متزنه دي. رنا، اول معرفتي حماتك كان عندك فكره الاول من خطيبك عنها، كنت لسه بقى بتحبوا بعض يعني، كنت عملت استقصاء كده تحيي استقصائي عنها، ولا انت كنت داخله عايزه تكسبيها؟ لا خالص، انا مش من النوع اللي هو ببقى عايزه اخش. انا اصلا شخصيه يعني اللي على قلبي على اللي في قلبي على لساني على طول، يعني انا مش بعرف افيك او حاجه، فانا عمري ما هبقى داخله بفيك ان انا عايزه اكيد تحبيني او حاجه. انا اصلا لما عرفتها كنت انا واحمد لسه اصحاب، ما كانش في اي حاجه يعني يعني سيريس ما بيننا. فتعرفت عليها عادي، كان هي مامة واحد صاحبي وكده، فحبينا بعض. هي دماغها شبه دماغي قوي يعني، احنا الاثنين
يعني بننزل نعمل شوبينج مع بعض، بنتكلم في التليفون مع بعض بغض النظر عن يعني هريب. في كيمياء بينكم بتصاحبته قبل ما يبقى فيه قبل ما يبقى فيه اي حاجه ما بيني وبين هريد. طيب لما ايمان لما عرفتي ان احمد اختار رنا تبقى مراته، اول انطباع جالك ايه؟ هي بس كان تعليق عليها انها جريئه، كلامها قوي كده، مش مرنه في الكلام شويه، بس مع الوقت حبيتها، حسيتها انها عملتيها ازاي؟ حبيتيها ازاي؟ يعني قدرتي انك تتأقلمي مع طريقتها ازاي؟ يعني مواقف كنا نخرج مع بعض ناكل مع بعض. على فكره هي شخصيتها نفس شخصيتي يعني انا وهي شبه بعض شويه، بس هي اقرب مني. لقيت نفسها فيا بقى فحبيتها. ماشي، بس قبلها قبل ما تلاقي نفسها فيكي انت ما كنتيش واخده بالك ان هي نفس شخصيتك، يعني انت تعرفي ان انت برضه طف؟ لا كنت دايما اقول له جريئه زياده كلامها. انت جريئه زياده؟ هي انت؟ لا ده اللي عجبني فيها، هي شخصيتك. هي جريئه زياده. لا ما هي خلينا بس نوحد الله كده ونبتدي. هي شايفه انها بيكملوا بعض. تمام. لا هي بتقول ان هي شبهها. لا احنا نفس الشخصيه يعني الحاجه انا ما اقدرش اقولها عليها هي بتقولها. يعني هي ممكن تكون بتتكسف، انا مش بعرف اعمل فلتر لكلامي قوي. هي ممكن دي الحاجه الوحيده المختلفه، ان هي ممكن تكون ردها طف بس بتعرف تنقي الكلام. انا مش بنقي الكلام، انا اللي بيجي في دماغي بقوله. هي بتعجب بيكي، بتحس ان انت خدت لها حقها. حاجه زي كده. بتقولي لها يا طنط ولا بتقولي لها يا ماما؟ لا بقول لها يا طنط. ليه مش ماما؟ عشان معرفش ربنا يخليها مامتي يعني. مش حاسه ان انا ممكن اقول لها طنط. انا بسال كل الاسئله على فكره. انا كل اسئلتي او انتوا الاثنين مع بعض عاملين فيديو بتاع صفصف ده طبلي لي. عملنا كتير على فيديوهات كتير انا وهي. هل رنا بتطبل لك؟ رنا واضح شخصيه ما بتعرفش تطبل. لا مالهاش في كده، هي دغري قوي يعني. لا طب ممكن بس هي حنينه يعني، قلبها ابيض قوي يعني. شكرا. بصرف النظر عن طريقتها دي وعصبيتها، بس هي من جوه حلوه كويسه. طب ايه رايك نشوف حاجه من شغلكم؟ عشان نخلي الجمهور يبقى موجود برضو في الصوره والعلاقه. تعالوا مع بعض نشوف ونرجع تاني. بصي يا حبيبتي، عايزه تكسبيني تطبلي لي. تطبقي ايه؟ تطبلي الصفصف، تطبلي لي. فهمتي حاجه؟ غبيه. ولا شخصيتك ضد التطبيل يعني. انت واضح ان شخصيتك كده دايركت. ولا مره حسيت ان انت محتاجه ان انت يعني ترجعي 10 خطوات ورا تبقي لطيفه بزياده كده ما مع طنط؟ يعني ساعات لو حسيت ان انا بعك قوي بقى في الموضوع فببتدي بقى لا لازم فاهم ابتدي اركز بقى في اللي انا بعمله. بس لو عكيت، بس انا علاقتي بيها فريندلي قوي بالزياده يعني. انا مش لو انا بعتبرها حماتي هيبقى موضوع مختلف بقى خالص. كده بعتبرها واحده صاحبتي بجد يعني. انا طريقتي اكني بكلم مع واحده صاحبتي مش بقى. طب ايماني انت حابه انها تعاملك كواحده صاحبتك؟ انا اللي حبيت كده يعني، انا اللي دفعتها لكده، ان احنا بنقعد مع بعض اكتر ما بقعد مع بنتي، اقعد مع اولادي التانيين. انا بحب اقعد معاها. طب ليه؟ نتكلم، نخرج، نعمل شوبينج يعني. في ناس، في مقوله بتقول ان لما بيتشال حاجز ان انت في الاخر برضو ام جوزها وبتاع العلاقه كده سان فاسان زي ما بيقولوا، بيحصل فيها بعض السلبيات. دي حقيقه بيحصل يعني. احنا كتير انا وهي ممكن كده، بس بسرعه قوي بنتصافى ونتصالح. امتى بتحسي انك انت المفروض ان، او امتى بتحسي ان رنا لازم تعاملك دلوقتي على ان انت ام احمد؟ ما امتى ازاي؟ لا ما بسالك امتى. يعني عمرك حسيت الاحساس ده؟ لما يكون الموقف جد يعني، مش قاعدين عادي كده. قصدها لو قدام الناس يعني هي بتحب. ممكن. اوكي فهمتي كويس. انتوا فاهمين بعض. تكليف قوي انتوا دي ما بتحبيهوش انت. لا ما احبش انها تشيل التكليف قوي كده واحنا وسط. انتوا قاعدين في بيت واحد؟ لا يعني انتوا بتتقابلوا بس وقت التصوير؟ ده احنا بنتقابل عادي. لا ممكن واحنا قاعدين ده في فيديو عجبني تعالي نعمله، بس اكيد مش بنتقابل بس عشان نصور، بنتقابل عادي. طب ما هي بس دي علاقه صداقه لطيفه. ما احنا كلنا علاقات الصداقه فيها شويه كده وشويه كده، فيها اتفاق، فيها اختلاف، فيها شد وجذب، فده لطيف يعني. انتوا عاملين صيغه حلوه جدا. بس أيوة فضل. هي بنتي يعني، انا دايما اقول دي بنتي. بناتك ما بيغيروش من رنا؟ بنتي بتغير منها يعني. صح؟ تقولي انت ليه قريبه قوي من رنا، انت
مصاحباها اكتر مني. اه انا برتاح معاها لما ننزل نشتري لبس، نشتري ميك اب، اي حاجه بحب تبقى هي معايا. طب لما بتتخانق مع احمد بتتدخلي يعني يا ايمان؟ مش بحب اجي معاها معاه، وما ببقى معاها بفهمها ان هي غلطانه. اه يعني ما بتكسفيهاش قدامه، بس بينك وبينها بتفهميها صح. اه وهي بتستجيب احيانا، دماغها ناشفه شويه. ما بتستجبش بسهوله يعني، هي دماغها ناشفه وعناديه شويه، بس في الاخر قلبها ابيض. طب انتوا بتتعاملوا مع الفيديوهات بتاعه التيك توك على انها شغل ولا مساحه للهزار، وان انتوا تبقوا كده يعني متفاعلين مع الحياه؟ لا طبعا كهزار يعني عادي يعني، بس احنا بنعمل حاجات راندم قوي، مش اللي هو يعني كلها حاجات كده مضحكه يعني، مش بتبقى حاجه. طب انا يا رنا سمعت وجهه نظر ايمان، لكن انا ما سمعتش وجهه نظرك لما تتخانقي انت واحمد وايمان ممكن تاخد بينك وبينها تكلمك. تضايق يا رنا بجد؟ اصل هي مش بتتدخل غير لو انا دخلتها، ده مبدئيا يعني، اللي هو حد دخلها، فطالما دخلتها خلاص بس يبقى اقبل بقى اللي هي. وفي نفس الوقت قالت لك لا انت غلطانه يا رنا، لا مش مفروض انت، ما مش مفروض تعملي كده. يعني اكيد ساعات بحس ان هو لو انا حاسه ان انا مش غلطانه 100% انا مش غلطانه، اه بحس ان هو لا انت كده واقفه بقى في صف ابنك وكده اي كلام. بس هي بعدين لما بقعد افكر مع نفسي اه بقول لا صح، وانا كنت المفروض، بس انا ساعتها ببقى اللي هو لا بقى انا مش غلطانه، انت هو عشان ابنك بقى انت بتاخدي صف وكده. اه وتقولي لها كده. اه بعد كده لما بقعد يا ست طيبه ما بتردش عليها. اه بتقعد تقول لا، بتقولي لا ابني ايه، انا انت عبيطه، انت زي بنتي برده وكده، انا مش انا بتكلم معاكي عشان انت تبقي عارفه انت عملتي ايه غلط، وما انا كان عمري ما هروح اقول له الكلام ده، بس انا بقول لك انت عشان تبقي انت عارفه انت عملتي ايه غلط. والله ايمان عقلة العقلين ربنا. دي حقيقة. انت بقى لفت نظرنا بالفيديوهات اللي انت قعدت تقوليها عن الحموات اللي هم مش ايمان، النوعية الاخرى من الحموات، ايه بقى القصة؟ هو مبدئيا انا كنت ضد الواقعة نفسها، وكنت الناس يعني بنتكلم على واقعة الشرقية. بس احنا ايوه هناخد منها وننطلق للموقف عشان ما حدش يقول ان احنا ماسكين عليها. اوكي تمام، بس هو الفكرة عشان بس ايه اللي لفت نظرك انك تقولي تكتبي او تقولي اللي انت قلتيه؟ اللي لفت نظري الناس اللي بتفكر بره الصندوق، يعني كانت كل الناس طبعا كاي اي حد شايفين ست كبيرة بتتضرب طبعا، فطبيعي ان احنا ننفعل. فلفت نظري الناس اللي كاتبة جماعة في حاجة غلط، البنت دي لغه الجسد بتاعتها او الانفعال بتاعها مش بنت مفتريه، لان المفتريه بتعمل من تحت لتحت، يعني ما بتجيش تعمل دايركت مشاكل. تمام، ففي حاجه غلط. فانا طبعا كنت من ضمن الناس، ازاي دي ست كبيره، قلت لا ثانيه واحده كده، اني انا عندي صفحتي، لو اتسرعت وطلعت وقلت رايي من غير ما اسمع من كل الجوانب هيبقى غلط. بعد كده تابعت تحقيقات النيابه ولقيت ابتدوا يبقى في كلام تاني. طب ايه ده يا جماعه؟ لا انا ضد زي اي حد محترم، ضد ان اي حد كبير يتهان. تخيلاتك في علاقتك مع حماتك لما تتجوزي تبقى عامله ازاي؟ واحد تقولي لها يا ماما انا مريت بتجربه، بس مش جواز، مع حد خطب. اتخطبت وكانت التجربه مختلفه في ايه، ان هما كانوا كويسين جدا، بس عشان انا كويسه جدا، لما جينا اختلفنا في نقطه ان انا عايزه حقي في نقطه معينه اكتشفت حاجه تانية خالص. انت كنت كويسه جدا في ايه؟ كويسه جدا اللي هو انا لسه كنت مخلصه ثانوي وداخله اولى كليه، فاللي هو ماما بقى يعني. فكنت بتقولي لها ماما؟ اه ماما، ودي اختي، هو عنده اخت واحده، فاللي هو اروح اتصل تحكي لها وتحكي لها اسرارك كل حاجه، وهما ما شفتش منهم حاجه وحشه طول الفتره بتاعه الخطوبه، او عشان ما عنديش تجربه ما اعرفش ان ده ما ينفعش. ايه اللي لفت نظرك انك ده ما ينفعش؟ لفت نظري كان حاصل موقف طبعا ما ينفعش اقوله، فماما لما عرفت اتكلمت او قالت نقطه لا دي بنت ودي بنت وحيده، وانا بحب برضو اوجه نقطه للبنات اللي مقبلين على الجواز او وقت الاتفاق، ان هو دايما يقولك سهلوا على الشباب، احيانا التنازل الزياده ده بيقلل من الشخص غصب عن البني ادم اللي قدامك، انت عودتيه على نقطه معينه هو يعاملك على اساسها، بيستقل بيك ومن غير ما يحسه. انا اللي بدي اللي قدامي يتعامل معايا ازاي. بس انت اللي عشمتي الست دي او اخت بقى جوزك، اخت خطيبك، انك انت قلت لها يا ماما، بتقولي لها كل اسرارك. هي كويسه على فكره، هي عشان كانت كويسه فانت متهيالك ان هي صح انك تقولي يا ماما.
يعني هي سلبيه. يعني وقت المشكله انا كنت متوقعه عشان امل بتروح وتيجي وتتصل وانا ما حدش بيعبرني، ما حدش بيتصل بيا، ما حدش ولا مره لفت نظري، ما حدش بيجي لي، ما حدش، بس انا ايه بحبهم. فماما كانت تقول لي امل نهدى شويه، اقول لها ماما بحبها ايه مش عارفه ايه. لما جه حصل مشكله واختلاف في حقي بقوا سلبيين، انا او اكتشفت السلبيه. أو ماما زي اي ام يعني قالت ايه كنا سايبين بعض انا والولد، وبعدين قالت لهم لا يعني انا بنتي مثلا مش عشان احنا ما تشرطناش في حاجه، ان بنتي قليله، انا بنتي في الفتره اللي سابت ابنكم فيها جالها المعيد في الجامعه بتاعتها. فردت البنت ودي كانت الصعق، طيب ربنا يسهلها. مش جايز مامتك في اللحظه دي كانت هي اللي غلط كحامه برضه، كانت بتتكلم في حاجه اي اهل يعني مش هينفع اقولها لان دي اسرار، بس مامتي اتكلمت في حاجه وكان موجوده واحده قريبتهم، بالمناسبه قريبتهم دي بنت كويسه جدا اسمها غاده، لو البنت دي كانت اخت الولد انا متاكده العلاقه دي كانت نجحت. بنت بيضه جدا. ايه اللي يخلي اخته تتدخل في حياته كانها امه؟ هي ما تدخلتش في حياته، بس انا اللي شفته ما يعني انتوا كويسين طول ما انتوا ما بتطلبوش بحاجه. اول ما جيت الطلب بحاجه اول ما جيت الطلب بحاجه لا استوب. طب غير الطلبات هيك بتتدخل في اسلوبك في طريقه لبسك في حياتك؟ بصراحه لا، بصراحه لا. طيب خليني لسالمه. هلو انا مش عارفه اتكلم منين ولا منين ولا منين. انا جوازه الموضوع محسوم، اتنين كانوا متوفين واتنين كانوا عايشين. اوكي فالاتنين انا اربع جوازات. ده اول جوازه ولا تاني جوازه؟ لا تاني جوازه. تاني جوازه كانت حماتي، جوازة كانت حماتي وهي دي اللي طلعت عيني. يعني حماتي التانيه هي ربنا يديها الصحه ويشفيها وعافيها، ما كانش فيه اي تدخل، لكن حماتي التانيه دي اللي طلعت عيني بجد. ازاي يعني كانت بتعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه خطبت له وانا على ذمته. قلتش حاجه من عندي، قلتش انا، قلتش انت تجيبي حاجه جديده. هي ما كانتش راضيه على الجوازه اصلا، هي مش حباني، مش عايزاني، فانا اتاخرت. وانت ما حاولتيش اكيد تكسبيها؟ انت عملت دار عايزه. حاولت جدا جدا. احكي احكي احكي. طب احكي لنا ايه محاولاتك؟ اجيب هدايا وما يعني احاول ان انا ابقى لطيفه ويا ماما طب اعمل حاجه طب اساعد. مفيش. هي وش الابلكاش راكب على طول. طب ليه؟ كان عشان انت كنت متجوزه قبل كده؟ على دماغها هي. يعني ايه هي مش عايزاكي؟ احنا مجتمعين مختلفين، انا من القاهره وهو من محافظه تانية. اوكي. البيئتين مختلفين تماما. يمكن عشان انت بالنسبه لها ان انت متجوزه قبل كده دي مشكله. دي اول دي اول حاجه. من البندر. من البندر بالظبط كده. متدلعه. بتلبس اللي بتلبسه وبتحط الاحمر والابيض. خصوصا ان انا مامتي كمان ليدي، فاللي هو مش شبهنا. وهي كان عندها حق على فكره. يعني انا بعد ما اتطلقت لا هي كان معاها حق. بس ناخد حته حته. انت النهارده حاولتي بالطريقه المحترمه للبنت انها تصاحب حماتها. ما فيش. فكنت بتعملي ايه؟ ادينا امثله. هدايا. غير هدايا. كنت كل اللي بعمله يعني محتاجه حاجه انا موجوده، في حد تعب انا موجوده، بحاول اكلمها بس هي قافله السكه. طب ما كنت بتشتكي لجوزك؟ هو مال ماليش دعوه. ما تدخلينيش. انا اتشتمت وانا والده ما بقاليش ست ساعات. اتشتمتي من حماتك؟ قالت لك ايه؟ دعت عليا انا وبنتي وشتمتني عشان خلفت. عشان خلفت يا رب يا كابتن. لا عشان خلفت عموما، لان هي خطبت له لان انا اتاخرت في الحمل، فلما حملت هو ساب خطيبته. دي كانت اول مكالمه شتمتني فيها. ازاي تحملي؟ ساب خطيبته. ساب خطيبته اللي هي خطبها له. ليه خطبها له؟ انتي ازاي؟ دي اول شتيمه. هو كان بعد كده لما إيه؟ ولدت هو يعني سامع. هو قال لك انا سلبي جدا. هو كان سلبي جدا. يعني مشي ورا امه وراحت وهي خطبت له ودخل البيت ولا سلبي جدا. سدي ودايرك انت. انا كان نفسي نكون علاقتي انا وحماتي صحاب كده، انا كان نفسي ده، بس هي ما ادتنيش فرصه. لو ما كانش هو سلبي، من وجهه نظركم انتوا بتحسوا ان الام ليها كلمه مسموعه في حياه الابن حتى بعد الجواز؟ على حسب الابن. لو الام كويسه بس الاخت حربوقه الموضوع هيبوظ. ايه؟ لا قولوا لي تاني. لو الام كويسه بس الاخت حربوقه الموضوع هيبوظ. البنت بتاثر على مامتها جامد لو مامتها شخصيتها ضعيفه. يعني احنا مش خلصنا من الام ده. لا لا ما هو انت بيبقى عندك مش حما واحده. لو عنده اخوات تانيين بيبقى عندك حماتين ثلاثه على حسب بقى اخواته كام. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم على انتوا ايه رايكم في العلاقه دي.
ماشي. انا كان نفسي جدا. غير انك نفسك ما شاء الله يا بنتي فيه. يعني قولوا لنا في نوعيه العلاقه دي، العلاقه دي ممكن تبقى سهله انها تتعمل ولا لازم انا هعملها مع ابني معينة. انا شخصيا بعد ما اعملها مع ابني. خليني اطلع فاصل. اوكي اطلع فاصل ونرجع بعد فاصل. اوكي خلاص براحتك ما تصدقيش. يعني انت جاي في تلكيك. بس ساعات ما بفهمكيش. طب انت ليه ما بتسالنيش؟ ما انا يا ما سالت. وبنرجع مره تانية مع حضراتكم. وقبل الفاصل صغير انت كنت عايزه تقولي حاجه. دلوقتي انتوا عاملين صيغه حلوه جدا، سليمه فشلت انها تعملها، نفسها تعملها اكيد. وامل كلنا نفسنا نبقى التجربه دي، التجربة دي هي بالشكل ده عشان انتوا بدأتوا صحاب من الأول، ما بدأتوش ان انت عروسة وهي أم العريس؟ يعني لو كانت القصة عملت عكسية كان ممكن تبقوا صحاب ولا كان ممكن؟ حاسة لا، لأن أي واحدة بتبقى داخلة على موضوع اللي هي تتجوز ودي مامة جوزي أو مامة خطيبي وكده، وهي غصب عنها بتحط ليميتس للموضوع عشان فما بتبقى خايفة تعمل حاجه بالغلط فخطيبها او جوزها يزعل. وكمان مش يعني ممكن نفسها الحما نفسها او كده ما تتقبلش ده لا انت مرات ابني او هتبقي مرات ابني، فانا لازم ارسم شخصيه وغير شخصيتي عليكي، اللي هي بقى تبقى عايزه تفرض شخصيتها. بس الموضوع لو داخل اللي هو دي واحده زميله ابني وكده بيبقى الموضوع مختلف، مش لازم نقعد نمثل بقى على بعض واللي هو نقعد نخلي بالنا من كلامنا ومش عارف ايه وافعالنا وكده، فالموضوع بيبقى اسهل بكتير ان هو يبقى. رنا لو ما كانتش ايمان اللي هي حماتك ست عندها من الطيبه يعني هي واضح ان هي ست في حالها، يعني لو ما كانتش هي النوع ده وكانت النوع بتاع انا مش عاجبني انك تعملي فيديوهات على التيك توك، انا مش عايزه مرات ابني، في امهات كده أيوه. مش عايزه مرات ابني تطلع ترقص وتترقص بتعمل ايه الهبل ده. ابني انت مين هيقعد مع البيبي؟ انا عايزه ابقى اروح اشوفه وده حقه. هتعملي اكيد لو جوزي يعني المفروض انا متجوزه راجل، يعني هو هيبقى فين إيه بقى المطلوب منه ثاني؟ اصل انا مش هقدر انا اقف لمامته اقول لها كذا وكذا وكذا، عشان الموضوع انا هيبقى بالنسبه لي سنسيتيف لو انا عملت معاها كده ورديت رد ما عجبهاش او وقفت قلت لها انت مالك او انا لما برضو المرات الابن هي اللي بتتكلم، حتى لو قلت نفس الكلام اللي ابنها هيقوله هيبقى انا متاخد مني برخامه، لكن لو ابنها هو اللي قاله هتتقبله من ابنها. ابنها رد عليك قال لك يا ستي كبري، يعني هي شفتيها جت وقفت معاكي في الفيديو اعملي اللي انت عايزاه، ماما مش موافقه خلاص. يعني مش موافقه يا مالها؟ واحد مش موافق ما توافقش بقى، ما تقوليش انا ما توافقش مع نفسها، انا مالي؟ الله يعني طول ما احنا كويسين وحلوين وموافقين. لا اصل لا اصل هي هي مالها عشان هي اصل هي مش جوزي ولا مثلا بابايا ولا مامتي اللي هي تستجرأ ان هي تقول لي مش قصدي ما تاخديش الموضوع بضحك كده. هنتقابلوا في المسامح كريم بعد البرنامج بالظبط، هنقول نتخانق دلوقتي. ما تحسبيش ان احنا حسدناكوا. ان هي تقول لي مش حسدناكوا، هو اللي انا بس باكد من خلال اسئلتي ان لا ماشي مش انا قصدي ما انا لو قعدت اتدخل معاها بطريقه رخمه وايه ده انا مش عارف ايه ما هتتضايق. اذا لولا ان حماتك اكيد طبعا لو طنط كانت شخصيه تانية اكيد انا كانت كان ان ايمان مش عايز اقول طنط ان ايمان شخص ديستنجي مسالم ايوه لا اوبن مايندد شايف ان انت من حقك انك تشتغلي ومن حقك انك تعملي، لكن لو وقعتي بقى في حاما عمر ما كانت علاقه، كان زماني في محكمه الاسره. كان زمانك في محكمه ده رسمي 100% انا ما كنتش هستحمل استحاله صح؟ وانتي لو ما كنتيش الشخص اللي بيكبر دماغه في اوقات كتير ومتسامح مع نفسه لانه عنده تجربه حما كانت صعبه صح؟ انتي حماتك كانت صعبه. كانت صعبه. فانتي جبتي التجربه ومقررتي انك تبعدي عنها، مش عايزه تكرريها تاني. لا والله ده هي كانت طول الوقت في الاخر معايا، يعني هي احنا بقينا يعني من الاول خالص وانا بمتص دايما غضبها، يعني ما كنتش بحاول اعمل مشاكل.
ما صعبه في ايه؟ شديده قويه، شخصيتها قويه يعني، حتى اولادها عارفين كده كويس. كابتن فيك ايه يعني؟ طبعا حته الغيره، ان ابنها عمل لي جاب لي كده، فكانت بتتضايق وتبتدي ايه تديني كلام تقيل. فاللي كان بيدافع عني جوزي واخوي. وانت ما كنتش بتعملي لها حاجه اصلا؟ لا كنت بقول لها ليه يا ماما؟ طب انا زعلتك في ايه؟ طب وليه هي شخصيتها كده؟ هي قويه، هي كده غير قوي. ممكن اكون قويه بس مش لازم اكون اجريسيف، مش لازم اغير من ان ابني جايب حاجه لمراته. هو طبيعه الحما تقريبا بتبقى فيها، هي مشكله الحموات الغيره، وبتحب نفسها يعني شايفه ابنها ده بتاعها هي مش بتاع الغريبه اللي جت. طب انت عرفت تعالج التركه دي ازاي؟ يعني اعتبرتها مامتي كانت. لا مع رنا، مع احمد. مع احمد، احمد ورانا. هو احمد ده حبيبي يعني، حنين جدا، وانا اولادي اغلى حاجه عندي في حياتي، فانا مش هكون سبب في مشكله ليهم، في تعاستهم، في احنا إن أنا بيدلعك عليهم. مدلعني؟ بيدلعك، بيجي يقول لك ازيك يا ايمو يا حبيبتي، ويدلعك ويزغزغك هم والله الثلاثه فعلا حنينين جدا ولادي. بيجيب لك هدايا، بياخد باله منك، بيوديك طبعا للدكتور. ولو متضايقه ياخدني يفسحني، اكلني بره لوحده، لو مسافر لوحده من غير رنا. ورنا تقول لي على فكره انا اللي على طول اصلا يلا نروح. رنا ممكن تقول لي مش احمد، احنا رايحين نتغدى في المكان الفلاني وانت بتحبي الاكل ده، تعالي معانا. اذا النقطه الحقيقيه لنجاح العلاقه دي هو ان احمد مديكي السبيس والوقت بتاعك، اللي كل ام عشان ما تحسش بالغيره او تحس ان هي بره، ان الولد هو اللي مخلي امه فوق راسه برنسيس. لا انا بس رنا عامله اللي عليها، انا خلاص هنخرج عن رنا، لكن ليه انت كمان مش حاطه رنا فوق راسك وزعقه؟ لان بالزبط. ابنك مديكي الكواليتي تايم بتاعك على فكره. ما انا لو هي، انا وهي لو مش متفاهمين عمره ما هيبقى قريب مني قوي كده برضه. ما هو يعني ده المفروض، هو ده ذكاء. وانا خلاص عشت حياتي، هم ليهم حياتهم، هم كمان لازم كل ام تفهم ان ابنها جزء في حياتها مش كل حياتها. ايوه مرحله وخلصت. لا مش كل خلصت. المراحل ايوه بس هو مش شبه بعض، بتغير الشكل بالظبط كده. بس انا بجد لو الاخت، مش عشان تجربتي خالص، بس لو الاخت فعلا مسيطره، او الام ست ما باليد حيله، والاخت هي الاقوى، والاخت هي الاقوى، لا الدنيا تخرب جدا. خصوصا ان في اخوات بيغيروا جدا، وخصوصا لو البنت نفسها عندها مشاكل نفسيه. هي المشكله مين اخطر، غيره الام ولا غيره الاخت؟ الاخت. لا الاخت اخطر، لان طبعا هي بتبقى شايفه اشمعنى هي عايشه حياه انا مش عايشاها. هي بتبقى شابه وقريبه منك، فمثلا في فرق وتبقى هي ليها تجربه مثلا وحشه، فشايفه ان انت تجربتك احسن من تجربتها. طب اشمعنى اخوها، اقويا مدلعها وجوزي مش مدلعني؟ ايمان ليه وافقتي على الكلام؟ ليه بصيتي رنا لما قلت لك ايه اخطر؟ القصه المتبادله دي. فرح اخت احمد هم اصحاب جدا. مش واخده بالي فرح بتغير. لا بالعكس، انا دايما فرح انت فين؟ انا عند احمد علشان ليل. انا اصلا ما بتخانق مع احمد، بكلم فرح على طول، اللي هو تعالي بقى شوفي اخوكي ده ايه كده، وهي عمرها في حياتها ما غلطتني على طول. ما بتغلطوا هم قد بعض في السن كمان يعني. ايوه فرق بينا سنه. لا لسه، لسه. لكن احنا مش بنتكلم على نوعيه العلاقه دي، احنا بنتكلم على نوعيه علاقه الاخت بتبقى مسيطره على الولد والام والعيل. شايفه ان انت ما تستحملي زي ما انا مستحمله يعني. انا كان عندي التجربه لما جيت اتطلق، هي مش وحشه يعني، هي شخصيه مش وحشه، وما كانش في مواقف وحشه كتير غير ان هي شخص سلبي برضو. ولكن لما جيت اتطلق، انت بتطلقي بعد 14 سنه، ما تستحملي زي ما كلنا مستحملين. طب انت مستحمله حاجات انا استحملها ليه؟ انت حماتك مطلعه عينك، انا استحمل ليه؟ ممكن كانت بتنصحك بجد. لا ممكن مش نصيحه، هو اللي هو استحملي زينا، انا مش مجبره ان انا اعمل اكمل تجربتك، او ان انا اكون أيوة نفس تجربتك. مش مجبره اكيد تكملي تجربتك. انت مستحمله، انت ظروفك النفسيه والصحيه تستحمل. طالما هي بالظبط، طالما هي مستحمله، يمكن هي شايفه ان الموضوع عادي وبتزق عشان ولادها وكده، فهي كانت بتوجه لك ان مش وحشه منها. أنا مش لازم بجد اكمل تجربتك. لا وبعدين ممكن كمان تختلفي مع البنت، خصوصا ان احنا طلقنا، انا اتطلقت بسبب خيانه. يعني انا كنت قفشه، مش اول خيانه، دي خيانات كتير طول ال 14 سنه كان في خيانات. فاخر مره دي انا خلاص كنت قررت ان انا هطلق، يعني هطلق. ما تقوليش استحملي،
انت حماتك مطلعه عينك اه مش بتتخاني، لكن انت متهانه في بيت حماتك جدا، مش مجبره ان انا اتهان زيك واستحمل خيانه وابقى مكمله في جوازها مش عايزه اكمل فيها. طب انت بتقولي انا هعمل مع ابني زي ما ايمان ورانا عاملين، اه جدا. هتعملي ايه مع مراتك؟ يعني أصحاب ايه اكتر قاعده؟ لان انا وابني اصحاب، يعني انا دلوقتي مش ماما، انا ابني في ثانويه عامه، فانا مش انا وهو ماما بقى وتحكم، احنا اصحاب جدا، فحاسه ان انا مراته هتبقى صاحبتي قوي لان انا هبقى اصحاب برضو. أيوة افرضي هي ما رضيتش انك تبقي صاحبتها، اكيد مش هدخل في حياتهم، يعني دي اول حاجه انا مش هتدخل في حياه. مش كل مش كل البنات اللي بيتجوزوا بيبقوا رانا، يعني بمعنى ممكن في بنات يتجوزوا يقولوا لا انا مش عايزه اكون صاحبه حماتي، انا عايزه اكون بابا، بس اكيد لها كل الاحترام. لا رق عليها هي، لا رق عليا انا، اكيد هنبقى اصحاب لما بتلاقي انا تحتويها. انا لما أنا بتلاقي الام كويسه هي بتبقى صاحبتها. لما تلاقي ان الام نازله لمستوى تفكيرها وطنطتها وهزارها وضحكها اكيد هنبقى اصحاب. تمام. مره تانية انا مرات ابنك مش عايزه اكون صاحبتك بس ليكي كل الاحترام، بس مني. ده صح على فكره. ليكي كل الاحترام بس احنا مش اصحاب. ده يضايقك؟ لا اه طبعا. ردي عليا بامانه، ردي مع ردي عليا كايمان، ردي عليا كايمان. يعني احنا دلوقتي جوزناهم وربيناهم، هل المفروض ان احنا نعيش خلاص كده موحودين؟ يعني لا مش بتقولك موحوده، بتقولك عادي هنتقابل وكل حاجه بس مش لازم ننزل نخرج مع بعض، ننزل ننزل مره أيوة. نخرج بس انت مش صاحبتي. اصل هي يعني انا مش هاخدك نعمل شوبينج، يعني انا مش هقول لك اسراري، يعني انا هحترمك ولما تبقي موجوده عندي هشيلك فوق راسي، بس ان هتعامل معاكي كست رسمي. حلوه جميله بالاحترام، مش شرط اقول لك كل اسراري. مش رسمي. ايه الرسمي واللي مش رسمي؟ يعني حضرتك يا طنط من فضلك كده. ده ما انا عايزاني اعمل معاكي ازاي؟ بنتي يعني، بس انا مش بنتك، مرات ابني. انا شايفه انها هتبقى بنتي. مش كل مراتات الابن بيشوفوا ان البنت بس الحما هي اللي تقدر تحدد ده وتوصلها لكده. لا يا طنط مالهاش علاقه. لا ليها. لا في ناس بتبقى طيبين جدا وتبقى البنت هي بقى اللي هي السوسه من جوه، مرات الابن بقى تقعد تسخنه على مامته وتعمل كده، وهي تبقى مامته غلبانه وملهاش اي حاجه في الدنيا، تقعد بقى هي تسخنه عليه وعليها قصدي، ولا مش عايزين نشوفها، لا مش عايزين مش عارف يشوف عملت ايه لما بصيت لي مش عارف ازاي. في بنات كده بتبقى. بغض النظر انا، هو انا لما ارفض اني اكون بحترم حماتي بس مش صاحبتها ابقى سوسه؟ لا طبعا. في حماوات مش ما ينفعش تتصاحب بجد والله، يعني في حماوات عادي يعني لما تكون حما سوسه. اه يعني في حما من بعيد لبعيد احسن. يعني معنى كده ان شخصيه الحما هي هي يبقى شخصيه سواء كانت حما او مرات ابن، فده تركيبه شخصيه ملهاش علاقه بموقعي انا ايه دلوقتي، انا الام ولا انا الزوجه، لكن هي دي تركيبه الشخصيه. بالزبط. انا مقبله على الحياه والشخص طبيعي ولطيف، اكون لطيفه جدا وبقدم السلام سواء كنت زوجه او مرات ابن. امل عندها في وجهه نظر. طب تقولي لا؟ لا طبعا. لا ليه؟ مش هي اللي بتحدد. انا عندي اتنين صحابي متجوزين، واحده يعني عايشه حلوه جدا وحماتها المفروض عايزه تصاحبها زي ما الاستاذه بتقول، بس هي لا. انا على طول بعلق، مش عايزه اقول اسمها طبعا. لا ما تقوليش طبعا. بس هي على طول بتكلمها كده، فاقولها ليه بتعملي كده؟ يعني ست كويسه انا، بتصعب عليا قوي. بتكلمها ايه بوحش؟ بطريقه وحشه؟ حبيبتها متكلمها كويس، بتجيب لها هدايا حلوه قوي. طيب البنت مش متجاوبه معايا. هي مش متجاوبه، عايزه تحط حدود، فهي دايما بتحط حدود حتى لما نبقى مع بعض. اقولها لولي انت كده كده اصلا عندك. لا اسمها لولي. لا ده دلع. لا 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 هي مش دلعها اصلا، فانا بتكلم عشان اعرف اتكلم. فقلت لها ليه كده؟ يعني لو هي عايزه تيجي وانت فاضيه خليها تيجي تقعد معانا. قالت لي لا. طب ليه؟ قالت لي عشان مامي ما تتعودش، كانت مره بالتجربه دي وكانت حسنت النيه جدا واستغلت استغلت استغلت لحد ما مامتها توفت، فالموضوع بالنسبه لها بقى تروما. انا لازم ابقى حتى مع جوزها حط حدود، انت جوزي بس ليك لحد ليميت معين، في نقطه ما بين الزوجين بيشيلوها حدود. لا انت تخبط قبل ما تدخل، انت تسالني، انت تعمل. فالست كويسه ولحد دلوقتي كويسه على فكره، بس هي زي ما حضرتك قلتي انا عامله حدود، انا بحترمك لما بتيجي بيتي بعمل كل حاجه حلوه ليكي. انت شايفه ان اللي عامله حدود دي شخصية طبيعية ولا هي شخصية عندها مخاوف وهواجس؟ بصراحة شخصية طبيعية. بصراحة يعني انا شايفة ان احنا نعمل حدود افضل، لاني انا كويسة
وحضرتك كويسه، بس وقت الجد او ما تحصل مشكله ابنها ابني وانت مرات ابني مش بنتي بالظبط خالص ابنها الا من رحم ربي. او مش شرط، انا بشوف ان الحدود، والحدود مش لازم ابقى قاسيه في الحدود بالزبط. الحدود اللي هو في الاخر احنا شخصيتين اتقابلنا في وقت معين لما جوزت ابنك، لكن مش معنى كده ان انت من العيله بقالك سنين. انت فاهمه قصدي انا عايزه اقول ايه؟ ليه فهمة. اوقات كتيره جدا ايمان انت يمكن الحمد لله ربنا كرمك برانا، بس لما بتيجي تتخانقي مع رانا ما تقوليليش ان انت ما بيجيش في دماغك لحظه انك مش هتقدري تعمليها زي بنتك. يعني انت بنتك تقولي تعالي هنا وتزعقي ولازم تعملي كذا، رانا رغم نفس المشكله لكن تناولك في طريقه تعاملك مع رانا مختلف تماما عن طريقه تعاملك مع بنتك، صح ولا غلط؟ لا انا بعملها كانها بنتي، يعني هما الاثنين عملوا نفس الغلطه بنتي. مش اقل حب، هي عارفه كده كويس والله. لا مش اقل حب، مش الهاندلنج بتاع المشكله يعني مثلا ايه، دي عملت نفس الغلطه واتفر اي حاجه ممكن اقولها لها بطريقه ثانيه. اقولها فهمي. لو انا دلوقتي عمل فرح مثلا، عملت حاجه كبيره قوي 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 مع جوزها مثلا، بس وانا عملتها بالظبط مع احمد، اكيد 100% هتبقي انت في ساعتها واخده صف فرح، وفي ساعتها تبقي واخده في قصتي انا تبقي واخده صف احمد، ما عشان ده ابنك ودي بنتك ستيل برضو حتى لو انت بتحبيه موت. لا ومش بس كده كمان، اللي انا صرت اقوله لو هما الاثنين عملوا نفس الغلطه، دي مع جوزها ودي مع جوزها، هما البنتين ناسي، انت وانت بتكلمي فرح هتقولي لها انا قلت كذا كذا وعلى الله، وانت باي طريقه في طريقه حوار اللي هو الام بتكلم بنتها ضناها. لما هتيجي تتكلمي في نفس المشكله مع رنا هتبقي عامله حساب رنا انها صوتها عالي، لسانها طويل، ممكن تضايقك او تخاف على زعلها، يكبر ممكن تقول لك كلمه تضايقك، صح ولا غلط؟ صح، بس هي عارفه ان انا وهي قريبين قوي حلو قوي مش حلو قوي الحدود، بس انا طول ما انا حاطه في دماغي، وهنا انا بحارب على وجهه نظري وليكم مطلق الحريه، طول ما انا حاطه في دماغي ان ده هتعامل معاه باسلوب لانها بنتي انا هتستحملني، وطول ما دي ما وصلتش لنفس الدرجه يبقى اذا احنا الاثنين ما ينفعش نبقى اصحاب، لازم يبقى في احترام. ازاي ما ينفعش نبقى اصحاب؟ لانها مش بنتي وانا مش انا مش لازم ابقى مامتها. ما هي بالظبط انا صاحبتها مش بالزبط. بنتها بالظبط، يبقى لا في حدود. ما اكيد ما هي طنط ممكن تقولي ايوه اكيد اصحاب مش حدود ايوه، بس انا طنط ممكن تقولي حاجه تضايقني، مامتي لو قالت لي مش هتضايقني انا حتى بيني وبين أيوة. نفسي اكيد طبعا. وبعدين احنا ممكن تكون علاقتنا كده لان احنا برضو لسه ما دخل احنا اكيد بنتخانق على طول، مش على طول بس اكيد حصلت خناقات، بس خناقات ضعيفه ممكن الله اعلم بقى في الخناقات الكبيره ممكن بقى الشخصيه تتحول وتقول لك لا ابني حسب. ومش ابني ما بالظبط فاهمه انت ما تعرفيش، بس انا اكيد 100% اللي انا متاكده منه لو كده الموضوع العكس اكيد اهلي هيبقوا واقفين انا في صفي، حتى لو انا غلطانه مش هيروحوا يقولوا لا دي غلطانه بالظبط، ممكن يقولوا لي على جنب حتى لو الموضوع كبير، بس اكيد لو الموضوع كبير كل حد بيعمل كده في عيره، حتى لو انت بتحبيني حب الجنون بس اصل ابنك لا ابنك برضه هتبقي اكيد هتزعلي عليه فاهمه، حتى لو انت بتحبيني بس في امهات عاقله كتير وبتاخد صف مرات الابن مش هي بتعمل كده، بس لو في موضوع كبير انت ما تعرفي اكيد هذا ما يجيبش حاجه. بصي هو انا بدور على دلوقتي ان انت راجل انت القوي فالست اللي معاك هي ضعيفه هي ست، انا بضرب ابني من دلوقتي احترم الست، انت راجل انت قوي ما ينفعش تيجي على كائن ضعيف، الست ضعيفه. احنا بنتكلم برضو يا جماعه منطلق الحما من كوميونيتي مجتمعي قريبين كلنا مع بعض، في مجتمع اخر الحما ومرات الابن ما بيبقوش بنفس الطريقه دي بتاعه ان لا الحما ممكن تفتح اوضه النوم وتخش على ابنها. أيوة. ده زي ده كوميونيتي تاني، ما هو ده الكوميونيتي اللي انا اتجوزت منه. لا على البيت انا من كوميونتي وهو كوميونتي تاني خالص، نوعيه العلاقات انا اتعمل كده، انا اتفتح عليا اوضه نومي وانا نايمه. احساسك كان ايه؟ وحش جدا. ما قلت لها ليه يا طنط كده؟ ما قدرتش اتكلم، ما عرفتش اعمل ايه. رولا لو نايمه مع يعني في اوضه في الاوضه ومش ايمان بقى حماتك من الناحيه الثانيه من طريقه دخلت عليكي وايه اللي هيدخلها؟ ما انا نايمه، مين دخلها؟ فتحت الباب انت أيوة. شايفه واحد وراحت فتحت ما هي بقى دي البوينت. معاكي 10 جنيه اللي بتاع اللبن وانا نايمه. بصي وانا هعيش معاها، انا اصلا انا هعيش معاها في البيت ده مستحيل. ليه مستحيل؟ ما هو انا واحده شخصيه بتقولي أيوة. مش الشخصيه الثانيه اللي هي مش الحمل اللذيذه الفن اللي احنا ممكن نبقى اصحاب،
عايش معاه ليه بقى بجلد زاد يعني؟ لا لا لا, لا هي المجتمع ده مفيش فكره ان المفتاح بتاع الشقه اصلا مع حماتي. انا الشقه اللي كانت هناك يعني ليا شقتي هنا في القاهره وشقه تانية في المحافظه التانية. الشقه اللي هناك المفتاح محطوط من بره, اي حد يخش ويفتح. وانت وافقتي ما تقدريش تتكلمي لان لا هو ده سلو بلدهم زي ما بيقولوا. لا انا اقدر بالظبط يعني احنا اللي بنحدد. احنا اللي بنحدد, احنا كبنات لما نيجي نتجوز محدش يقول لي ان رنا وهي قاعده قدامنا ايه ما تعاملتش وحطت الرولز اللي تحب ايمان تتعامل بيها وهي تعامل ايمان بيها من اول داي وان جواز. سيبكوا بقى من موضوع ان انا كنت صاحبه ابنها وهي قلت لها يا طنط وحبينا بعض. هما الاثنين داخلين كل واحده فيهم بس المجتمع اللي احنا بنتكلم فيه طريقه تعامل وليه تكون حطت ما هو ده وحش طبيعي. ما انا ما قصدتش اقول يعني ان هي حطت طريق وحش بشكل طبيعي في احترام في صوت واطي في في حسن نيه احنا بنحط القوانين. احنا بس دي مش قوانين, احنا بقالنا 7 سنين قبل ما انا واحمد نتجوز نعرف بعض. فانا خلاص 7 سنين ده انا عشرتها وعرفتها وهي عرفتني بطريقتي بكلامي, فهي خلاص بقت عارفه رنا عامله ازاي. فمش لازم نحط هي خلاص بقت عارفه رنا عامله ازاي. هي مش بنحط تلقائي. لكن لو احنا قابلنا عروسه هنا انت اللي كان باب المفتاح بره في شقتك وموافقه يبقى غلط من عندك. ما هو عشان انت لو قلتي لا انت خرجتي بره القاعده لان هناك كلهم كده. انت اصلا مختلفه عن القاعده بالزبط. يعني انت اصلا اوريدي رايحه لهم وهم عارفين انك مختلفه عن القاعده. موافقتك على قاعده مش قاعدتك خلتك انك تتفادي عايزه ترضي الاخرين. فلما انت اتحطيتي زاويه انك عايزه ترضي من غير اي منظر قالوا لك لا انت مش مننا بالظبط. انت وحشه كده كده في كل الاحوال. يعني انا انت كده كده جايه لنا من مجتمع تاني فانت وحشه. هتوافقي على قوانين بتاعتنا برضو انت وحشه. مش هتوافقي هتطلعي برضو وحشه. انت في كل الاحوال وحشه. انت وحشه وحشه بقى. على فكره في نقطه بيستخدموها الرجاله شويه مش حلوه, نقطه انا بطيع امي. بالظبط اللي هو انا ربنا مش عايزين اعمل ايه. مش ناويه مش قوي مش ناويه اقطع رحم. مش ناويه اروح النار. ما هو نفس الوثاقة على امك وثاقة على مراتك. يعني احنا شفنا الواقعه بتاعت ضرب البنت للحما. لا انا كنت هتضرب, انا كنت هتضرب واتشتمت واتطردت وهو ما خدش اي رد فعل. طيب عشان نلم الموضوع ده ايه رايك يا سهير نلمه ونقول لكل مشاهدينا ان العلاقه بين الحما ببنت بمرات ابنها جايه من توافق شخصي ان احنا نبقى اتنين بني ادمين بنحترم بعض بدون تدخل اطراف اخرى وتوافق اجتماعي وتقبل فكره لو انا عايزه ابقى مش العلاقه اللي انت متوقعه احترمي شخصيتي طالما احترم وجودك. هو توافق اجتماعي يعني وتركيبه شخصيه. انا مش داخله نبقى شبه بعض حرب ولا داخله ند ولا داخله منافسه ولا بخلق صراع. صح. لما بنحي كل الحاجات دي العلاقه بتبقى طبيعيه. ان شاء الله تبقى رنا وإيمان نموذج حلو زي ما في نماذج كتير حلوة في الحياة وأحلى كمان من رنا وإيمان. تحياتي لحضراتكم. ما سمعنيش وقتنا لازم نجري. مبسوطين جدا بالعلاقة دي. دام عليكم نعمة إن شاء الله وتخلي وتربوا بخروا النهاردة تفضلي يا حبيبتي إن شاء الله. تحياتي ليكم. حاجة في الدنيا. طبعا تحياتي ليكم. ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. أوكي. التالي مي ناصر في ضيافة الستات. الضيفة الموجودة معانا اللي مكتوب لي في السكريبت مي ناصر, صانعة محتوى وحولت جنينة بيتها الى مزرعه وحديقه زراعيه A1. لكن حقيقه الامر وانا بارب ليه عملت ليه وطلعت وصورت المحتوى ده كله ليه على الهوا. فاحنا جبنا مي عشان نسالها كل الاسئله اللي احنا عايزين نعرفها. ابتدت منين القصه وانتهت بيها ان هي اصبحت واحده من اشهر البنات الموجودين على السوشيال ميديا لصناعه المحتوى الخاص بالفكره دي, بالفكره بتاعت انها تحول جنينه بيتهم لمزرعه كبيره جدا.
اهلا وسهلا بيكي، اهلا بحضرتك وشرفتيني. ميرسي جدا، وبنجد تحيه مره تانية لكل المشاهدين. ودايما احنا متفقين على ان النجاح على السوشيال ميديا مش سهل، وان انت تكون مختلف ومش شبه حد بيبقى عندك بصمه خاصه، مش مجرد بتطلع تقلد وخلاص او تكون نسخه مكرره من حد. فكره ان انا يبقى عندي انا اللي بعمل اكلي بزرعه، انا اللي بطبخ، انا اللي بخبز عيشي علشان اكله، كل الحاجات دي حصلت امتى وازاي ليه؟ اللي حصل ده طبعا هي تجربه هايله رائعه. شكرا، ميرسي جدا. ده حصل تدريجيا مش مره واحده. طبعا انا شخص بيحب يطبخ من وانا صغير، وبحب اخبز وكده من وانا طفله صغيره، وبعدين عادي زي اي حد بيطبخ مفيش مشكله، لحد ما جت كورونا. تمام، جت كورونا حياتنا كلها تقريبا كلها اتغيرت. اتنقلت في بيت في جنينه وكده، لان كان صعب ان انا اقعد في بيت مقفول والدنيا محبوسه وكده. فبدات واحده واحده اخبز، اعمل الحاجات دي. قلت بدل ما اروح اجيب الحاجه من بره، طب ما اجرب مش عارف ايه. بدات فعلا اعمل كده، وكانت بقى نقطه التحول تماما تماما بعد ما ابني صغير تعب، جاله فيروس في عضله القلب، واتحجز في العنايه المركزه لمده 10 ايام وتعب جدا، وكانت حاجه فجاه وما كانش حاجه متوقعه. هو عنده 5 شهور ونص. كان عنده 5 شهور ونص. وقالوا لي ساعتها ان جاله كوفيد، هو اللي عمله كده، ما كانش باين عليه اي اعراض اي حاجه خالص. قعد اسبوعين تعبان، قلبه تعبان ومش باين عليه اي حاجه، وبكشف عليه بالصدفه جدا. حتى الدكتوره اللي بتكشف عليه ما عرفتش ان عنده مشكله في القلب لانه شكله طبيعي. وروحت بيه يوميها بالليل، وبعدين برضو كنت حاسه ان في حاجه مش طبيعيه، اخدته ورحت تاني المستشفى بيه. كان مفرفر مني جدا، حجزوا بقى قالوا لي ده جاله فيروس ضرب له عضله القلب. خدت القصه دي، كانت صعبه قوي عليا. ما كنتش فين في سنه كام؟ كورونا 2022. اوكي، كانت 2022. وهو كان عنده 15 ساعتها؟ 5 شهور ونص. وكان عندك ولاد قبلها؟ معايا ولد اكبر منه. اكبر منه. بعد كده قررتي انت تعملي ايه؟ بدات رحله علاجه. بدات رحله علاجه من غير دموع، عشان انت عملت هو بقى زي الفل دلوقتي اهو. ده بقى عنده كام سنه؟ قرد اهو. هو دلوقتي عنده 2 ونص. قرد مش بيلعب؟ بيلعب وكل حاجه وجميل، بس التجربه كانت صعبه قوي عليا. طبعا. فانا بدانا بقى تجربه العلاج، ان هو بياخد طبعا ادويه قلب. وكانوا الدكاتره ساعتها بيقولوا اهتمي بتغذيته جدا. كان بدا يدخله الاكل واحده واحده. انا 5 شهور ونص ده لسه بيرضع. فقلت لا خلاص، احنا انا مريت بتجربه وحشه جدا، فانا ان شاء الله حتى الديتيلز صغيره قوي هركز فيها بالظبط كده. وكنت قاعده، انا قعدت محبوسه في البيت بيه، ما كنتش قادره انزل خالص يعني. نفسيا ما كنتش قادره اخرج. فين الشيله دي؟ موجود غير انه موجود في صحته. كويس الحمد لله. كان معايا في التجربة دي جدا، يعني كانت تجربة صعبة علينا كلنا يعني. بس هو كان بيشتغل اكتر. بيشتغل اكتر. انتي قاعدة في البيت. وانا قاعدة في البيت، فضلت محبوسة. ما كنتش نفسيا قادرة اخرج. فكرتي تزرعي الجنينة بتاعتك امتى وازاي؟ بعد اول حاجة الموضوع ده. بعد الموضوع ده على طول قلت خلاص، ما بدل ما اروح اشتري خضار من برا، انا مش عارفة هو مصدره ايه، مرشوش ايه. بالظبط كده. بدات بقى اجيب بذور، اسال الناس اللي حواليا. انت ما كنتش تعرفي حاجه خالص عن الزراعه؟ ابيض ها؟ ابيض خالص، ما اعرفش اي حاجه. انا بطبخ بخبز بعمل، بس ازرع لا. اوكي. بدات بقى اسال الناس اللي حواليا، اسال الناس اللي بتزرع. عندنا اهالينا في كفر الدوار وكده، بدات اكلمهم اسالهم. يجيبوا لي بذور، بيجيبوا لي الحاجات. بدات واحده واحده ازرع بقى، ازرع الحاجات الاساسيه يعني. طب اسمح لي معلش، انا اسف. الطماطم، الليمون، خيار، ملوخيه. برافو عليك. الخيار. مش الزراعه دي محتاجه شبكه ري معينه للجنينه؟ لا، لان هي انا مش بزرع كميات كبيره. و يا دوبك استعمالكم. استعمالي. استعمال الشخصي بتاعنا في البيت. وعلى طول يعني انا ايدي في الحاجه على طول، مش يعني اللي بيطلع باخده واقوم حاطه وزرع تاني وهكذا. يعني انت بتزرعي طماطم وملوخيه؟ صح. وبصل؟
وبصل، البصل بجيبه من كفر الدوار، زرعته مره وما زرعتوش تاني، ما زبطتش. اه ما زبطش معايا. ما في حاجات بتظبط في حاجات ما بتظبطش. بس انت مثلا خيار تعرفي بالست ساعات تعملي بسطرمه عشان ما تشتريهاش. هو طبعا انا ضد انها تشترى او تتعمل، بس يعني برافو ان انت اجتهدتي ان انت تعمليها عشان تبقى على الاقل ضامنه شيء. البسطرمه انا بقى كنت بدخل بقى على النت واقعد اشوف الوصفات واقعد اشوف الحاجه ازاي بتتعمل فروم سكراتش خالص، و بدات ابحث عن الموضوع ده. طب انت بتزرعي ايه دلوقتي الموجود دلوقتي في الجنينه؟ الموجود وطماطم وخيار. الخيار هزرعه الاسبوع اللي جاي عشان خلص عندي، والطماطم برضو شلته كله وخدته وعصرته وخلاص ظبطته. في ليمون عندي، وعندي باميه، وبس بزرع خضره بقدونس وكده. طب وبتنجان والكلام ده؟ بتنجان زرعته مره برضو. مره كوسه؟ زرعته كوسه. زرعتي كوسه؟ طب انت الزرعه بتاعتك دي بتقعد معاكي بتكفيكي قد ايه؟ بتشيلي الزرعه دي وتنضفي الطماطم وتعصريها وكده، بتقعد معاكي في حدود قد ايه؟ كام شهر؟ حسب الكميه يعني. انا عندي زرعه طماطم كتير جدا فبتكفي معايا شويه حلوين يعني. طب ده كل ده عشان ابنك؟ عشاننا كلنا بقى خلاص، هو خدته نهج كده وبعدين عشاننا بقى كلنا. طب والفراخ بقى واللحمه بتعملي منها ايه؟ الفراخ واللحمه احنا كنا بنربي فراخ وما زلنا بس دلوقتي في البيت عندنا يعني تربيه الفراخ دي صعبه، فبنربي في بيت جنبنا بس بنربي فراخ. بتربي فراخ؟ بنربي فراخ. احنا بنربي فراخ. عندك حد بيساعدك؟ زمان عندي كمان حد بيساعدك؟ عندي حد بيساعدني. يتابع بس الحاجات. مش بشكل يومي يعني. يعني انت اللي بتلفي؟ بس ده مش مجهود كبير عليكي؟ مجهود كبير طبعا. اكيد مجهود كبير جدا، بس انا خلاص انا اتأقلمت والمايند سيت بتاعي خلاص ان دي حياتي وانا بحاول اطلع احسن حاجه للولاد، فانا بعملها بحب يعني، مش حاسه انه مجهود او حاجه. جوزك بيشتغل ايه؟ ظابط. وطول الوقت موجود معاكي ولا في عندكم وقت انتوا مش موجودين؟ هو مش موجود وانت ده اهتماماتك؟ هي طبيعه شغله بتخليه معظم الوقت مش متواجد. طب انت وفرتي له ماديا؟ صح؟ اكيد. بتاخدي مكسب من مشروعك؟ انا مش معتبره مشروع. بس انا معتبره مشروع. مش معتبره مشروع، انا معتبره يعني انا بعمل الحاجه يعني. انا مش عيب انك تاخدي مكسب من حقك. ايوه هي بس هي عاملاها حب. تمام. هي عاملاها صحه. ايوه محتاجه ان هي يبقى ليها فلوسها في البنك من اللي هي بتعمله. مش عيب لو بنتي، انا هقول لك كده على فكره. ايوه يعني ده حقك. بس كده كده يعني انا جوزي الحمد لله بيساعدني وكل حاجه. يا جماعه كل واحد فينا بيقدر يعمل حاجه يعملها، ليه اخد انا فلوس على حق انا بعمله بحب؟ هو بحب وكل حاجه، ده ما يقلش عن ده حقها، عشان بس ما نتخانقش في الموضوع ده. لا حقهم، هي عاملاها بحب مش عاملاها ان هو حقي وحقك وكده. يعني ابنك دلوقتي عامل ايه يعني؟ هل الحاله بتتحسن؟ الحمد لله بتتحسن. بتتحسن، ماشيين على ادويه لحد دلوقتي بس بتتسحب واحده واحده يعني. وبيروح مدرسه؟ بيروح. لا لسه سنتين، لسه ما راحش مدرسه. بيروح حضانه. بيلعب وبيروح حضانه والحمد لله يعني كويس. بيساعدوكي في البيت في الزراعه؟ بيساعدوني في الخبيز وفي كل حاجه، بيحبوا جدا. والله دي حاجه لطيفه. طب هم فاهمين انت بتعملي كده ليه ولا هم حابين الحياه وخلاص؟ معرفش، ما افتكرش ان هم فاهمين دلوقتي، ان هم لسه صغيرين. انا ابني الكبير عنده 5 سنين ونص والتاني صغير، بس حابين يعني. انا بشوف ان دي برضو اكتيفيتي ليهم حلوه جدا. حلوه جدا. ايه اللي خلاكي تطلعي على السوشيال ميديا وتقولي حكايتك؟ محتوى ده قصته جت منين؟ هي قصته جت ان انا بدات اعمل محتوى طبخ. بدات اعمل محتوى طبخ. انت لازم تيجي تطبخي معانا، عايزين نطبخ معانا. ولقيت ان انا هو في 100,000 حد بيطبخ، مفيش مشكله. بس الناس بدات تحبني وتتفرج عليا كده. انا ما شفتش ده بقى غير لما نزلت المحتوى بتاعي. ان انا بعمل الحاجه يعني بعمل كل حاجه على ايدي يعني لا ما بجيبش عيش انا اللي بخبزه، لا انا اللي بزرع انا اللي بعمل. فالناس حبت ده، فبدات طب ما او يعني اعمل محتوى اكتر من ده، اطبخ لهم بقى بالكلام ده زي بره بالظبط كده. ايه الاصعب، الخبيز ولا الزراعه؟ لا الزراعه.
زراعه طبعا. زراعه طبعا. خبيز انا مش بشوفه صعب اصلا. طب بتعرفي تعملي سمنه؟ بتعرفي تعملي جبنه؟ بعمل زبده وبعمل جبنه. جبنه القريش. بعمل قريش وبعمل كريمي و عملت جبنه كريمي وجبنه قريش وجبنه موتزاريلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس ده فرن افرنجي مش فرن بلدي. انا عندي فرن بالكهرباء وعندي فرن صاج وعندي فرن برضو بس لسه ما طلعتوش للناس. ده فرن زي الايطاليان كده. انت عارفه ما فكرتيني بيه زمان؟ مش عارفه كانت موجوده ولا لا، ست محترمه اول واحده عملت فكره الاكل البيتي وتبيعه. كانت في كرب، كانت في 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 مصر الجديده. وعملت محل صغير وابتدت تبيع. اول من ابتكر الطبق اللي فيه مثلا باتيه، في مش عارفه عيش بلدي، عيش حاجات بالجبنه، حاجات كيك، مش عارفه ايه. بتفكري انك انت تعملي ده كمشروع؟ انت عارفه ان ده ممكن يفتح لك طريق حلو. فكرت. مش بيتي واكل مش هقول لا. فكرت بعد بقى ما الناس لقيتها بتكتب لي انت ازاي مش عامله مشروع لنفسك طبعا. انت ازاي مش انا مستنيه بس تفتحي مطعم عشان اجي اكل. لا مش تعملي كاترينج. انا قصدت اقول عارفه انت ان حاجات اللي مش كاترينج الكرواسون. أيوة. العيش بسندوتشات الحاجات الحلوه بيكريز. فكرتي؟ ما هو انا فكرت مؤخرا بقى لما لقيت الناس هي اللي بتكتب لي كده ان انا مستنيكي تفتحي مشروع عشان ادوق حاجتك، انا مستنيكي مطعم تفتحيه يعني كده. وقلت طب ما ممكن افكر فعلا جديا اعمل المخبوزات والحاجات دي وابيعها. طبعا طبعا. بس الفكره تعملي مطعم مي، تعملي اكل مي. لا هما بقى الناس بتحب قوي كمان لما اعمل الباستا، يعني لان انا بعمل باستا بقى مش بجيب باستا من بره، بعملها انا بعملها انا بالدقيق والبيض وكده. الفكره بتاعت الفقره دي اللي احنا عايزين نقوله انا وسهير للناس انه ما تستهونوش بالفكره الصغيره، اللي الفكره الصغيره ممكن تكبر. صح. يعني انت طبعا كان بدايتها على قدر الله كان مرض ابنك. ايوه. بس انت من مرض ابن ما استسلمتيش، زرعتي جنينتك الصغيره، ومن جنينتك الصغيره جبتي الفراخ، جبتي اللحمه، عملتي البيض، عملتي مش عارفه ايه. بتفكري دلوقتي عملتي محتوى على السوشيال ميديا، بتطبخي. أيوة. ليكي فولورز. ايوه. بقيتي مشهوره. ايوه. وانت قلتي لي من 2017 قابلتيني قبل كده. وقلتي انك نفسك ان انا. طب ما قلتليش ليه ساعتها كنت جبت كده؟ انت من 2017 استنيتي كل السنين دي. ايوه كنت بقى بحبك قوي واتصورت معاكي. انا كمان بحبك وانا فخوره بيكي جدا جدا جدا. يعني لو في 2017 دي التقينا وانت كان حلمك وجيتي النهارده تقفي وتبقي موجوده، فعرفي ان انت اللي حققتي حلمك مش انا. انت اللي عملتي نفسك بنفسك. ربنا يخليكي. ميرسي. محنتك عملت لك منح كتيرة جدا ودي حاجة كويسة. أيوة. ونشكر ربنا على أي محنة بيديها لنا. وانت قوية وبتعملي حاجة مختلفة ومميزة جدا وأسعدتينا ونورتينا. مرسي جدا. مرسي يا مايو. سلميني على الواد اسمه ايه؟ الكبير ولا الصغير؟ الصغير. معاذ. معاذ هنشوفك قريب ان شاء الله. اشكرك. ميرسي جدا، نورتينا. تحياتنا لمعاذ وربنا يشفيه ويعافيه يا رب ان شاء الله، وكل العافيه وكل السعاده، كل الامنيات الحلوه بنتمناها لمشاهدي الستات على النهار. دمتم بخير، نشوفكم على خير. تحياتنا لحضراتكم، بنحبكم ودايما دايما دايما بنتمنى ان كل حلقه تكونوا استفدتوا منها وتكونوا استمتعتوا بيها. نلتقي ان شاء الله بكره حلقه جديده.